السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الحلقة اليوم. ما تنساوش إذا كنتم متابعين معايا لسيري ديال رمضان كما طلبتوا، أنا كنحاول أنني نزير راسي لو ماكسيموم بوسيبل باش نحط لكم لسيري. كنتوقع منكم على الأقل تفعلوا مع الفيديو وديروا لايك. اليوم اختاريت لكم واحدة من القضايا اللي برشتني وصدماتني، التفاصيل ديالها، التفاهة اللي فيها، وفي نفس الوقت الخطورة اللي تفضحات في المجتمعات العربية. ما غاديش نركز في الكلام ديالي على المجتمع اللي وقعات فيه هاد الجريمة بالضبط، لأن هاد الشيء كما عرفنا دائما ممكن يوقع في أي بلد في أي زمان وفي أي مكان، وما عندوش بقعة معينة جغرافيا. المصيبة الكبيرة هو أنه هذا الموضوع بالضبط غادي يخلينا نهضروا على واحد القضية اللي كنت تكلمت لكم عليها في واحدة من القضايا، وبعد قصار العقول بقاو كينتقدوا الفكرة، قال لك علاش تهضري على ديك العبرة، ما تدخليش فيها، هضري غير على الجريمة وصافي. وأنا ضد هذا النوع الأفكار، لأنني كنعتبر تأثير الكلام ديالي سواء كان إيجابا ولا سلبا غادي يوصل لواحد الناس وحدين أخرين، خصوصا الفئة الصغيرة أو لا الناشئة أو للمراهقين. إذا أنا رضيت بعض الأمور عادية في الكلام ديالي وصفتها بوصف مزيان، أو على الأقل تجاهلت أنني نهضر على شي حوايج خايبين ونقول راه خايبين راه ما خاصهمش يداروا ودوزتهم عادي، راه كنت تعتبر عندي يد في انني نأثر سلبا على العقول ديال الناس. والعكس صحيح، ملي كتكون شي حاجه غلط وماشي ديال مجتمعنا، ماشي ديال ديننا، ماشي ديال ثقافتنا، راه خاصنا ماشي غنهضروا على الجريمه وندوزوا وكأن الموضوع عادي، بل بالعكس خاصنا نشيروا لهذوك النقط ونقولوا بأن هاد السلوكيات اللي هي حرام مثلا وما خاصناش نديروها، راها فين كتدينا وفين كتوصلنا. ما نطولش عليكم كثر من هكا، وغادي ناخدكم بالضبط لمصر في واحد القرية بسيطة معروفة باسم حفير شهاب، وبالضبط في الدهلقية. هاد الجريمة بقى جديدة بالميكا ديالها، لم يصدر فيها حكم نهائي بعد ولا زالت في القضاء المصري. البطل ديالها او الضحيه فيها واحد الشاب في العمر ديالو 16 سنه، الاسم ديالو ايهاب اشرف. ايهاب كان وليد صالح كيقرا مزيان، عايش وسط منظار كيما نقولوا مستقره نفسيا وماديا. كان هو الابن الذكر الوحيد في الاسره ديالو، عنده اخواته وبنات، ولكن هذيك الاسره رزقها الله بإيهاب فقط. إيهاب كان كيقرا مزيان. إيهاب في النهار اللي غتوقع فيه الجريمه اللي هو نهار 13 في شهر 2 اللي فايت 2024، كيكون صايم بالأجر ديالو، الله يتقبل منه والله يرحمه. والمفروض غادي يوصل للدار في العشية باش يفطر مع العائلة ديالو في الوقت اللي المفروض كيجي فيه، سورتو أن هذاك النهار بالضبط كان عنده نهار طويل، ولأن عنده كلاسات كيمشي يقرأ، وكانوا عنده ليكور من بعد ديال مادة الفيزيك. بحال كيما حنا عندنا في المغرب، الدري عادي نورمال كيقرا في الثانوي، مشى للمدرسه وتما من موراها كيقول لامو بلي عنده كور ديال الفيزيك، غادي يمشي الحصه ديال السوايع لعند الاستاذ اللي كيدير ليه السوايع، وغيجي مع 7 تقريبا ولا 6 وشي حاجه للدار. كتوصل الوقت اللي المفروض ايهاب يجي فيه للدار، والام ديالو كتعيط ليه باش تطمن عليه، كيقول لها راني معطل غير شي شويه، هانا جاي شي نص ساعه تقريبا وغادي نكون في الدار. ولكن كدوز ديك نص ساعه وكدوز اكثر منها وما كيوصلش ايهاب للدار. كتعيط ليه الام ديالو، وهاد المره للاسف ما كيبقاش يجاوب في التليفون في مره، كتبقى تعيط وتعاود تعيط وتعاود، كيعيط باه كيبداو يتقلقوا عليه. كتعرفوا باحياء ربما الناس كيخافوا يضربوا موطو، يضربوا كرويله، يجريسي شي واحد، خصوصا انه كان كيتمشى على رجلي، والمسافه ما بين دارهم والبلاصه فين كيدير ليكو تقريبا واحد 2 الكيلومتر. عموما بداو كيتقلقوا، بداو كيتشطنوا، بداو كيحاولوا يسولوا صحابو ولا الناس اللي كيعرفوهم. حتى لواحد الوقت وحده من العائله واللي هي حنان الخاله ديالو اللي كانت في عمر العشرينات وهي باقه مستمره في التعياط كيتشد ليها التليفون وكيجاوبها شي واحد في التليفون وكيعطيها الخبر الصادم. كانوا عندهم امل انه على الاقل من يتجاوبوا غادي يلقاو شي جواب اللي يطمنهم ويريح لهم النفوس ديالهم.
كما كتعرفوا ديك اللحظه الخالات والجيران والناس كاع اللي كيعرفوهم تجمعوا، حتى اولاد عمو كانوا كيقلبوا عليه في الخارج وكيرجعوا للدار باش يشوفوا شنو وقع الى اخره، والروينه ناضت في العائله. للاسف ديك المكالمه الهاتفيه اللي وقعات غتكون صادمه للاسره كامله. حنان كديروا في سبيكر هذاك الشخص وكتهضر معاه وكيقول ليها تما بانه عنده ايهاب، هو سرقه ولا خطفه، وبانه طالب فيه فديه مبلغ ديالها 500,000 جنيه مصري. بعض المصادر كتقول بانه الفديه كان المبلغ اللي طلبوا فيها هو 100,000 جنيه مصري، ولكن العائله كاين تفاوت في الاراء، كنظن بسبب الضغط وبسبب داكشي دغيا والصدمه وداكشي، كاين اللي سمع 500 كاين اللي سمع 100. عموما طلبوا فيه واحد المبلغ باش يردوه للعائلة ديالو، خصوصا وأن هذا اللي سرق الدري كان عارف بأن الأب ديالو ميسور الحال. الأب ديالو كانت عنده شركة وكان كذلك عنده محلات ديال الأواني المنزلية، يعني الحالة ديالو ميسر فيها الله وعندهم شوية الرزق، وهذاك هو الدافع اللي خلى المعتدي يدير هذا الشيء في إيهاب. غالبا هنايا غتعرفوا باللي اللي دار الحبكه لهذا المخطط كامل كيعرف العائله مزيان وكيعرف المدخول ديالهم وكيعرف بان ولدهم هو الوحيد وسط البنات وعزيز عليهم وممكن يخلصوا فيه داك المبلغ باش يرجعوه. الاب مباشره كيقول لهذاك السيد انا ما عنديش مشكل، مستعد نحول لك هذا المبلغ هذا. كيعطيه هذاك السيد 17 ديال المحفظات الالكترونيات اللي ممكن يفيرسي فيهم الفلوس عن طريق فودافون، بحال قلتو وفكا شي لعيبه بحال هكا، المهم كاش اللي يقدر يسحبهم من بلايص مختلفين. الاب وافق، ولكن مع ذلك كيقرر انه يخبر البوليس. فكيتوجه الاب لمركز ديال الشرطه باش يخبرهم بان الابن ديالو تم الاختطاف ديالو وطالبين فيه فديه و وكيبقاو يتسناو شي خبر يجي. العائله للاسف على الرغم من انهم وافقوا يوفروا داك المبلغ ويسلموه للمختطف وللمعتدي، الا انه مابقاش كيجاوبهم في التليفون من بعد، كيصوني ويعاودوا ويعاودوا ولكن لا حس ولا خبر، حتى شي حد مابقى كيجاوب في التليفون، وهذا الشيء في حد ذاته اكفس من الخبر الاول. عموما النهار الثاني اللي هو نهار 14 في شهر 2 في العشيه كيكون واحد الشخص فلاح في منطقة قريبة تما خدام على راسه في الأرض ديالو، كيتفاجئ بوجود واحد الميكا ولا بحال شي ساك ولا شي حاجة بلاستيكي، ثم واحد القطع بحال د الخنشة ملفوف داك الشيء. فكيقلب كيلقى فيه الجزء السفلي ديال بنادم، كيعيط للبوليس، كيمشيو للبوليس كيعاينوا ديك البلاصة، كيعاينوا ديك الجثة أولا النص ديالها، كيكتشفوا بانها ربما تتكون ديال الدري المفقود، لان ديجا هنا عندهم محضر ديال العائله كتقلب على ولدها والمواصفات ديالو شنو لابس. ولكن مع ذلك ما يمكنش يحكموا ويجزموا قبل ما يديروا التحليل. كيحيلوا ديك الجثه اولا على المشرحه باش يعيطوا على العائله تجي تشوفها، وداك الشيء كيكون العم والاب هما اللي كيمشيو للمشرحه وكيشوفوا الولد وكيتاكدوا بانه هادوك السروال وديك السبرديله ولا وريفر، يعني هذاك الجزء السفلي هو ديال الايهاب كيعرفوه. ولكن في دوك الاثناء كتكون تحليلات ديال لادين كتخضى باش تاكدوا علميا باللي هذاك السيد فعلا هو ايهاب ولا لا. كترجع النتائج وداك الشيء اللي كانوا خايفين منه العائله كيتاكد، وداك الجزء من الجثه بالفعل كان ديال ايهاب. هنايا غتبدا الشرطه في البحث على الجاني وكيفاش وقع وشكون اخر واحد شافه وشكون اللي عنده معاه شي عداوه وغيره وغيره وغيره. كيبداو يستنطقوا الناس منهم دراري صحابو، دراري كيقولوا لهم باللي اخر مره شفناه كان معنا في الدرس ديال الفيزيك، كيقولوا لهم واش خرج معاش خرج، كيقولوا لهم كنا تما وخرج معانا. شي وحدين قالوا احنا ما خرجش معانا، خرج من ورانا خلينا تما. ولاد عمو اللي المفروض كانوا اول وحدين مشاو يقلبوا عليه ملي يلاه امو كانت كتعيط ليه وداكشي مابقاوش كيجاوبهم، مشاو ولاد عمو فين كاينه واحد البيت اللي كيدير فيه داك الاستاذ لي كور، كيشوفوا واش باقي تما مع الدراري، واش طفى ليه التليفون، واش تبلونطا، واش تسرق ليه، واش مسمعوش، احتمالات كثيره. فقالوا غنمشيو نشوفوه تما
فين كيدير السوايع، واش كاين ولا خرج ولا شنو واقع. ملي وصلوا كيلقاو غير الاستاذ كيسد في هذيك البيته ديالو فين كيدير السوايع الدراري، خارج كيسولوا على ايهاب، كيضحك معاهم كيهضر معاهم كيقول لهم لا راه خرج من عندي تقريبا شي نص ساعه دابا، وكيقصدوا الدار غاديين في الطريق كيسولوا كيقلبوا الى اخره. بما ان اخر بلاصه كان فيها هي البلاصه ديال ليكو، والبوليس مشاو لعين المكان، شافوا كاع التلاميذ، جمعوا الاراء، هضروا مع الاستاذ، قالوا لي واش لاحظتي عليه شي حاجه مختلفه؟ بما انك انت اخر واحد شفتيه، الاستاذ كيقول لهم لا ايهاب بالنسبه لي راه بحال خويا، وفي الحقيقه هو كان اكثر من خوه. السبب هو ان الاستاذ اصلا الاسم ديالو محمد كان في عمره غير 25 سنه، وحتى هو شاب، حتى هو باقي كيقرا في الكليه بالضبط في علم الفيزياء، وفي نفس الوقت كيعاون راسو عن طريق هذوك لي كور اللي كيدير للدراري اللي قل منه في المستوى التعليمي والاكاديمي، والامور عاديه مع الدراري، يعني ماشي داك الاستاذ اللي قديم ولا شارف والعقليات مختلفه، بالعكس حتى انه هو كان من اولى الناس اللي دار ليه واحد البوست في الفيسبوك كيعزي العائله ديالو كيترحم عليه لان كانت عنده علاقه طيبه معاه من بعد ما اكتشفوا الجثه ديالو. واكثر من ذلك اثناء البحث بعدا من يلا جاو عنده ولاد عمو وعرف باللي العائله ديال ايهاب كذا راه كيقلبوا عليه وما كاينش، بدا حتى هو تيمشي ويقلب مع العائله ويسولهم واش لقيتو واش سمعتو شي اخبار الى اخره الى اخره. فمني جلسوا معاه البوليس ما لقاوش عنده شي حاجه اضافه اكثر من داكشي اللي قالوا اصلا عائله الولد، ولكن لان البوليس والمحققين كتكون عندهم واحد النظره ثاقبه وكيكون عندهم واحد الاسلوب في تحليل الشخصيات، قدروا يلاحظوا بان كاين تضاربات في الكلام ديال الطلاب اللي كانوا صحاب ايهاب. شي كيقول لهم خرجنا وخلينا في الكلاس، شي كيقول لهم خرج معانا. ومن بعد ما زيروا هذوك الوليدات شي شويه وحاولوا انهم يزيدوا يتعمقوا معاهم اكثر واكثر، كيعرفوا بانهم اصلا ما كانوش شايفين وخرج معاهم، بل من بعد ما كانوا هضروا مع الاستاذ قال لهم الى سولكم البوليس قولوا ليهم راه خرج معاكم. شي وحدين سمعوا من الهضره وقالوها، وشي وحدين قالوا داكشي اللي كيعرفوا هي انهم خلاو تما. المهم هنا بدات كتبان التناقضات اللي خلات البوليس يبداو يشككوا، كيحطوا هذا الموضوع على جناب وكيحاولوا كذلك يشوفوا موضوع الكاميرات، يقلبوا في المناطق المحيطه لديك البقعه الارضيه اللي تلقى فيها الساك على الكاميرات، فكيبان لهم شي واحد كان جاي راكب في الموتور وهز معاه شي صندوق في داك الموتور اللي كتبان فيه ديك البلاستيكه. واكثر من هذا الشيء هذا كيعاودوا يمشيو للبلاصه فين كانوا التلاميذ كياخذوا ليكوغ ديالهم مع داك الاستاذ. واحد من المحققين كيلمح واحد القطعه ديال الخيط ديال ديك الخيش او الخنشه اللي شبيهه بالخنشه اللي طلقات فيها الجثه، وهنا غيولي الاستاذ المشتبه به رقم واحد في هذه القضيه. بداو كيسولوا كيطقطقوا كيجيبوا الزوجه ديالتو اللي العمر ديالها 22 سنه كتجلس، كيبداو يسولوها شنو لاحظتي الزوج ديالك واش قال لك على شي حاجه، التلميذ عنده مختفي بلا بلا بلا. قالت لهم زقاو عليا نهار الحادثه كيجي الزوج ديالي والحوايج ديالو فيهم الدم، وانا سولتو على شنو وقع لك مالك ياك لاباس كذا، فقال لي بلي كنت كنعاون شي وحدين اللي داروا كسيده في الطريق، هزيت شي وحدين وحيدتهم من الطريق وحطيناهم في طرف الطريق، وحيد دوك الحويجات ديالو ودارهم في السطال فيه الماء، وقالت لهم انا صبنتهم ليهم ديك الساعه وصافي هادشي اللي لاحظت. كيعاودوا البوليس يجيبوا الاستاذ للمره الثانيه وكيحاولوا يواجهوه بهذه المعلومات اللي جمعوها. ثم كيعترف الاستاذ بالعمل اللي دار واللي هو عمل خطير وخيب بشع، خيب خيب بزاف، خصوصا انه ما كاينش شي سبب اللي يخلي الانسان يدير هذا الشيء. علاش زعما علاش؟ كيعترف الاستاذ باللي هو بالفعل صفاها الايهاب، كيقول لهم اودي انا كان معايا ايهاب، بقينا انا وياه في لاشومبر وقلت ليه باللي انا بغيتك تعاوني نصور واحد الفيديو اللي بغى يبوستيه في تيك توك ولا اليوتيوب ولا الله اعلم، وايهاب لانه كيتيق فيه ولانه موالف بيه وكيضحك هو وياه وكلشي مداصرين قال لي اوكي.
أستاذ كيقول لي بغيتك تدير معايا واحد التمثيلية على أساس أنني بحال شاد عليك واحد جنوية ولا حد الموس، راني ما غاديش نضربك به ولكن غادي ندير عليه واحد المونتاج واعر وغنزيد عليه الدم وداكشي في المونتاج ومؤثرات صوتية، وغادي يبان باللي فعلا بحال داكشي وقع وغادي نشوفو نقدروا نجيبو به مشاهدات إلى آخره. بحال حاول ياكل لي دماغه إيهاب لأنه كيتيق فيه، وقف قدامه وبداو كيديروا داك المشهد التمثيلي مع بعضياتهم نورمال. واحد اللحظه كيدخل لي الموس في الوريد في العنق ديالو، فإيهاب كيحاول او لا كيستوعب بان داكشي كله ماشي تمثيلي بل بالعكس راه بغى يقتلو، كيبدا يغوت ويعيط على اللي عتقو وكيبدا يتعافر معاه. تما كيضربو طعنه واحده اخرى هنايا في الصدر ديالو ثم في الظهر ديالو، كيعطيه بواحد الضربه المهم وكيكمل كيصفيه كامل. ومن بعد ما كيدير هاد العمليه هادي كيعيط على واحد الدري صاحبو نجار، ثم كيقسمو الجزء السفلي بوحدو والجزء العلوي بوحدو والراس بوحدو، باش زعما بالذكاء اللي عطاهم الله وما مني غادي يديروا هاد العمليه ويجمعوه ويفرقوه في الميكات ويلوحوه في بلايص مختلفين، وكان حتى شي حد معمرو في العالم دار هاد القضيه هادي ومحصلش. هما اعتبروا راسهم اذكياء وحسن من كل شيء وداروا هاد لافير هادي وتخلصوا من الجثة على ثلاث مراحل في ثلاث مواقع مختلفة، وبالفعل اعترف ليهم بانه كان خايد موتور مسلف ولا شي حاجة باش دا الجثة وداها لديك الارض الفلاحية، واكثر من هاد الشي دلهم على المكان اللي تخلص فيه من سلاح الجريمة ومن الجزء العلوي ديال الجثة ومن الراس. دابا هنايا كلكم غيكون عندكم نفس التساؤل ديال واش هو عيط على الدار وطلب الفدية قبل ما يدير هاد الشي ولا دار هاد الشي عاد عيط على دارهم. المنطق يقول باللي غادي يعيط على دارهم يطلب فدية ويشد الدري ربطه ولا whatever، ومن بعد مني ما غيتفاهموش معاه او لا يتراجع في رأيه او لا الله اعلم يقدر ديك الساعة يصفيها لي. للأسف ماشي هاد الشي اللي وقع هو انه تسالى من تصفيه ديال ايهاب عاد عيط على دارهم وعاد قال لهم باللي راه ولدكم عايش. يعني تخيلوا معايا قمه الوقاحه، انت عارف ومتاكد بان الولد صافي مشى عند اللي خلقه ومع ذلك جاي مازال كتستغل المشاعر ديالهم وتحسسهم بانهم عندهم فرصه يسترجعوا الابن ديالهم اذا خلصوا داك المبلغ. هاد الاعتراف كان كفيل بانه يثبت التهمه عليه وجعل منه متهم رئيسي، لا بل اكثر من ذلك حتى شهود بحال الزوجه ديالو وكذلك واحد من الناس اللي كيعرفوه كيبيع المعن حتى هو وكيعرف الاب ديال ايهاب وكيعرف الاستاذ محمد قال باللي هاد الولد جا عندي اللي زعما هو محمد وخد من عندي موس شي سيمانه قبل. مني كنقول لكم هذه المعلومه كنقصد لكم بانه الدري كان مهيئ، يعني ماشي شي حاجه اللي جات بالصدفه، حيت كاينين بزاف د المصادر كيهضروا على كيفاش حقا هما كانوا غير لاعبين والموس جات فيه بالصدفه فمحمد تخلع وما عرف ما يدير وايهاب بدا كيغوت فالاخر خاف فضربوا بالغلط فالقراصو فايت فيه الضربه ما لقى ما يدير وكمل وصافي. لا هذا الشيء غلط، لانه لو كان باغي غير يصور معاه ولا غير يلعب معاه ويضحك معاه وجا فيه بالغلط غيكون ششر الموس سيمانة قبل الأدوات ووجد ومهيئ الجريمة. كذلك الفكرة ديال أنه الهدف ديال هادشي كامل كان غير الفلوس، ما غيكونش دار هادشي كله باش يطلب غير الفلوس، كان ممكن أنه يجيب غير شي موس للكوزينة ولا شي حاجة، كان ممكن يربطو كان ممكن يستدرجو شي مكان ويسد عليه فيه تياخد الفلوس، ولكن هادشي ما كيبانش لي أنا هو المخطط ديالو، وهذا هو اللي خلى فعلا النيابة العامة كتقرر أو لا كترتأي بأنه تم تصفيته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لأنه مهيئ لي خطة مصوب لي الماتريال ومفهمتوني يدير لي سيناريو مشاش داكشي عشوائي والهدف ماشي مادي محض. ولكن محمد اللي هو الأستاذ كيقول في الاعترافات ديالو الرسمية في محاضر شرطة باللي السبب اللي خلاه يوصل لهذا الشيء، ركزوا معايا على النقطة هذه الله يرحمكم الوالدين، محمد كان عنده ديون كان جامع فلوس من عند ناس أقارب ومعارف وجيران و مبلغ وصلت ل 250-300 ألف جنيه مصري ومروجهم، يعني بحال كياخذ فلوس باش يروجهم لهم في تجارة أو غيره، ولكن غرق في الديون.
هادوك الفلوس كان كيستخدمهم باش يلعب في القمار الالكتروني. وهاد القمار الالكتروني غادي نذكر لكم الاسم ديال الابليكاسيون واللي هي 1xbet. هاد الابليكاسيون معروفة بزاف للأسف، للأسف شيء مخزي ومؤسف أن بزاف ديال المؤثرين أولى صناع المحتوى المغربيين كيروجوا لها على أساس أنها ابليكاسيون ديال المتعة، غتلعب غتبقى تقول شكون هو الفريق اللي غيربح إلى آخره إلى آخره وتربح الفلوس. فايت هضرت لكم على هذا الموضوع في نموذج أمريكي والنتيجة ديالو شنو كانت، وهذا نموذج عربي مصري وممكن يكون مغربي وممكن يكون أصلا ما يقيدناش للموت بالضرورة ولا لارتكاب جرائم، ولكن خرج لك على حياتك ماشي غير حيتاش حرام وما خاصناش نديرو، واخا أصلا هذا سبب كافي وأولي يخليك تعتزل هذا الموضوع، ولكن لحيتاش القمار ما عمره غادي تربح منه الفلوس. مالين دوك الشركة هما ديزايناوها باش يجمعوا الفلوس ويربحوا، ماشي باش انت تربح. في الاول ضروري كتاخد واحد طعم، ضروري غتربح، ضروري ممكن تربح حتى مبالغ مهمة باش تزعم، ولكن بالامر كيولي عبارة عن ادمان، كيبقى الانسان غادي وكيزيد، كيبقى الانسان كيقول غا هادي وندير غا هادي غا هادي غا هادي غا هادي حتى كيفوندي حتى كيغرق وما كيبقاش يقدر يسل رجليا، داكشي بحال ديال الرمال المتحركة. وهذا الشيء علاش الموضوع حرام، وهذا الشيء علاش المفروض ما نروجوش لهذا النوع ديال لي زابليكاسيون ونهضروا عليهم اللي تبلى بيهم ولا كيمارسهم الله يهديه الله يستر ليه الله يعفو عليه، ولكن باش يروج ليه على اساس انها شي حاجه عادي ويجر معاه طائفه ديال الشباب الصاعد، كاين اللي ما عرفش شنو هي، كاين اللي ما عرفش اصلا بان داكشي راه قمار، كاين اللي كيسحب ليه غير داكشي متعه الى اخره، راه غلط. عموما محمد هذا هو الدافع اللي خلاه يدير هذه الخطه كامله، قال بانه كان كيعرف باللي الاب ديال ايهاب ميسور الحال وعرف بانه هذه الطريقه باش يقدر يحصل على المال، فجات في عقله هذه الخطه الشيطانيه والجهنميه. للاسف فكره غبيه جدا بكل المقاييس، تفاصيلها باينه، غتقتل الدري راه ما غاديش يجيوك الفلوس، واخا تيجيوك الفلوس زعما مني غتقول لهم انا راه خارج من هذه المنطقه وعطيهم الماري مختلفين ما يقدروش يلقاوك، راه ما يمكنش. الله اعلم كيفاش فكر فيها وكيفاش بروسيسها في العقل ديالو. الشيطان بعض مرات كيغلب على الانسان، كيزيد ليه الامور، كيخليه يحس باللي هادشي راه عادي وساهل وانني ذكي ونقدر ناخذ فلوس ونفلت منها. المهم انه ما فلتش منها، غيضيع الباقي الشباب ديالو كامل في الحبس، وضيع شاب اخر في حياته كامله مسكين، الحمد لله مشى صايم، الله يتقبل منه والله يجعله من عرسان الجنه ان شاء الله، ويصبر قلب والديه عليه. هذه هي النهاية ديال القضية ديالتي اليوم، كنتمنى الفيديو اليوم يكون كان في المستوى، ما نطولش لكم اكثر من هكا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، خليو لايك وكومونتير، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وبسلام عليكم.